بعد الموروثة، خط الدفاع الأول في جسم الإنسان. خط الدفاع الأول في جسم الإنسان هي مجموعة من الحواجز الطبيعية بالجسم مثل الجلد والمخاط والدموع والعرق وحمض هيدروكلوريك بالمعدة، تعمل على منع الكائنات الممرضة من دخول الجسم. وبعدين خط الدفاع الثاني في الجسم قلنا نظام دفاعي داخلي يستخدم فيه الجسم طرق وعمليات غير متخصصة متلاحقة تحيط بالميكروب لمنع انتشاره، وتبدأ هذه العمليات بحدوث التهاب شديد. بعد كده عندنا الاستجابة النوعية للأنتيجينات، هي إنتاج كل خلية تائية أثناء الاستجابة النوعية للأنتيجينات هي إنتاج كل خلية تائية أثناء عملية النضج، نوع من المستقبلات الخاصة بغشائها، وبذلك يمكن لكل نوع من المستقبلات الارتباط بنوع واحد من الأنتيجينات. بعد كده عندنا خلايا ذاكرة، عندنا خلايا ذاكرة وخلايا البائية.